انت ازاي ساكت عليهم لغايه دلوقتي؟ هي حالتهم وحشه قوي كده؟ العجول مريضه وعندها انتفاخات من اكل الاعلاف المخلوطه، وطبعا شرب الميه وملح ده كمان بيزيد الانتفاخات. العجول دي هتحتاج تطعيمات كتيره واسلوب غذائي جديد. لا حول ولا قوه الا بالله. التشخيص ده كله يا دكتور، انت بتفول عليهم ليه كده؟ بتطلع عليا سمعه؟ انت تعرف نوح؟ انا بقول لك على اللي انا شايفه قدامي. اللي حضرتك شايفه ده انا مش عاوز اعرفه، انا من هنا ورايح لحمشي للطب ولا بعلم. العند بقى في الحاجات دي مش لصالحك، انا بقول لك نصيحه لوجه الله، احسن حاجه بقى ان انت تشوف لك اسرع طريقه عشان تبيعهم. كمان موت وخراب ديار. متشكرين يا دكتور، تعبناك معانا، مع الف سلامه. سلام عليكم. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك يا ابني؟ هو انا كل ما اشوف وشك الاقيه مقلوب كده؟ هعمل ايه بس يا معلم خيرت؟ الدكتور عمال يفول على البهايم، بيقول لي هيموتوا كلهم من العلف المخلوط بميه وملح اللي انت مديهولي. لا ما تصدقوش، العلف مية مية وعجولك تمام التمام. تليك عندي خبر حلو. خبر ايه؟ ايه ده؟ لقيت الست نوره وفلوسك هترجع لك. الله يبارك لك يا رب. لقيتها ازاي؟ بص، خليت الرجاله بتوعي يعسوا عليها لحد ما يعرفوا مكانها. ايوه هي. يا بني الحق يا معلم، دي بتتكلم وكانت عامله علينا خرصه، نصبت عليك انت كمان. بتتكلم؟ هو يعني عشان الواحد قلب ابيض وعلى نياته الناس كلها تنصب عليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في البني ادمين يا اخي، ده العجول ارحب منهم. من اذنك انا معلم اروح استريح في الاستراحه شويه عشان تعبان قوي من اللي بيحصل ده. طيب وانا هروح برضه اشوف صمدي العلف اخباره ايه. ايه الاخبار؟ حطيت اللي قلت لك عليه في العلف؟ بصراحه لسه. لسه ليه؟ ما هو اصل هاشم ده صعب عليا وبعدين خبطتين في الراس توجع. ومن امتى الحنيه دي؟ ها؟ اضرب جامد وهات من الاخر يا صمدي، خلينا نخلص. حاضر. يلا روح بلا حاضر. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.